السلام والله عليكم مشاهدينا، ومرحبا بكم في برنامجكم اليومي قهوة وجرنان. تحية صباحية لكل متابعي هذا البرنامج، وأمنا إن شاء الله أن نلقاكم دائما بالصحة والعافية. أهم ما جاء في صحافة الثلاثاء 25 من أوت الموافق لعشرة ذي القعدة، اليوم عشرة ذي القعدة يعني شهر تقريبا على عيد الأضحى. بداية بجريدة النهار، جريدة النهار عنونت في صفحتها الأولى وقالت: منح السجلات التجارية للأجانب ممنوع، الإجراء كان مقتصر على المتعاملين الاقتصاديين من جنسية سورية وصينية فقط. وقالت النهار أن هذا الإجراء كان فقط من أجل الحصول على بطاقة الإقامة، معنا السوريين والصينيين كانوا بهدف الحصول على الإقامة يذهبون للحصول على سجلات تجارية. الدولة توقف دعم الفلاحين وتفرض التيفيا تاكسي فالور اجوتي رسم عن القيمة المضافة على الأسمدة، وبالتالي سعر الأسمدة ارتفع من 5000 دينار إلى 6000 دينار، وشكاوي بالجملة للفلاحين لدى وزارة الفلاحة. وأيضا قالت النهار: إقصاء حجاج بعد فوزهم بالقرعة وإجراء الفحوصات، هذا الأمر حدث في ولاية جيجل. الحياة قالت: ماذا ستفعل الحكومة؟ أسعار البترول أصبحت خطرا على الأمن الوطني الجزائري. وقت الجزائر قالت: الجزائريون ممنوعون من السفر إلى تركيا عبر روما. هذه الشركة الإيطالية قامت بإنزال طالبين كانوا متوجهين إلى تركيا عبر روما، عبر رحلة روما تركيا، لكن تم منعهم خشية أن يبقوا في روما. المحرر اليومي: عريبي النائب يتهم الحكومة، لوبي فرنسي يعرقل الاستثمارات العربية في الجزائر، وقال الحكومة ترهن خيرات البلد لأيادي أجنبية. الجزائر قالت: لصوص يريدون دخول الجزائر تحت غطاء الاستثمار. البلاد قالت: هذه خطة الداخلية للقضاء على إرهاب البيروقراطية، بدوي يعلن عن إجراءات جديدة لتحسين عمل الإدارة. الشعب قالت: فرعون المصالح التقنية مسؤولة عن إصلاح الأعطاب الهاتفية، الوزيرة البريد وتكنولوجيا الاتصال. والمحرر قالت: نحو فتح شبكة انترنت مع المتعاملين الخواص، التقشف يطال مشاريع البريد. إلى التفاصيل، والبداية بجريدة النهار، هذه الصفحة الأولى لجريدة النهار التي عنونت فيها: منح السجلات التجارية للأجانب ممنوع. قالت النهار: أبرق المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري في مذكرة مرسلة إلى مأموري الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري بخصوص المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات التقييد والتعديل والشط في السجل التجاري، والذي أعاد إدراج بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب من دون استثناء للراغبين في فتح سجلات تجارية بالجزائر، وهو الإجراء الذي سيحد من تدفق المهاجرين خاصة السوريين والصينيين الذي كانوا يتحصلون على سجل تجاري بغرض الحصول على بطاقة للإقامة في الجزائر. الدولة توقف دعم الفلاحين وتفرض التيفي على الأسمدة. قالت النهار: ضربت إجراءات التقشف المعلن عنها من طرف الحكومة وبقوة قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والفلاحين بعد فرض الرسم على القيمة المضافة أو ما يعرف بالتيفي على الأسمدة، حيث كشفت مصادر مقربة من وزير الفلاحة والتنمية الريفية سيد أحمد فروخي عن وجود تقارير بالعشرات بعث بها فلاحون ينشطون بمختلف ولايات الوطن يتساءلون من خلالها عن الأسباب التي كانت وراء توقيف دعم الدولة للأسمدة وعودتها إلى فرض الرسم على القيمة المضافة تيفيا والمحددة بنسبة 17%، الأمر الذي عمل على رفع تسعيرة القنطار الواحد لهذه المادة من 5000 دينار إلى 6000 دينار. في الحج: إقصاء حجاج بعد فوزهم بالقرعة وإجراء بعد فوزهم بالقرعة وإجراء الفحوصات. وقالت النهار: تبين وثائق رسمية تحوز عليها النهار إقدام السلطات المحلية لولاية جيجل في سابقة تعد الأولى من نوعها على إقصاء عائلة من الحجاج بعد فوزهم في عملية القرعة واستكمالهم لإجراءات القانونية المتعارف عليها في عملية الحج كالفحص الطبي والتدريب من خلال الندوات الجهوية والوطنية، بالإضافة إلى التلقيح
من الانفلونزا، كما تم بحث مراسلات من الولاية تتضمن سعر الحج وشهادة الفوز في القرعة، وهي الوثيقة التي تمنح بعد استكمال جميع الإجراءات الخاصة بالتحقيق في أحقيته للدخول في المسابقة، ليتفاجأ هؤلاء الحجاج بإبلاغهم عند قدومهم إلى الولاية لسحب جوازات الحج بالإقصاء من دون تقديم أي وثيقة تظهر سبب إلغاء أو المراجع القانونية التي تم الاستناد إليها. في قضية سكنات عدل، النهار قالت الرد على الاختيارات بدءا من 12 من سبتمبر، وهذا ما سيجده المقصيون. قالت النهار سيتم الرد على جميع مكتتبي عدل فيما يخص مواقع مساكنهم مباشرة بعد مرور أسبوع من إجرائهم لعملية الاختيار المقررة رسميا في 5 من سبتمبر القادم، في حين سيمنع المقصيون بسبب امتلاكهم لعقارات من الدخول في الموقع والذي سيوافيهم بسبب الإقصاء. وحسب مصادر رسمية فإنه بدءا من 12 من سبتمبر القادم سيتم إبلاغ مكتتبي عدل بنتائج عملية الاختيار التي قاموا بها من أجل تحديد مواقع المساكن التي يريدونها، مشيرة في تسريبات للنهار إلى أن اجتماعا جرى أول أمس بين وزير القطاع عبد المجيد تبون ومسؤولي عدل منح من خلالها تعليمات لجميع مديري الوكالة بضرورة توفير جميع الإمكانيات للتسريع في وتيرة عملية الاختيار والرد بشكل مباشر وأوتوماتيكي ومزودة بالمواقع التي يسمح من خلالها اختيار مكتتبي عدل واحد ل 2001 و2002. جريدة الخبر قالت الحصول على تذاكر السفر يضاف إلى متاعب مناسك الحج في الجزائر. وقالت الخبر الشيء الذي لم يستصغه كثير من الحجاج ممن يترددون على الوكالة التجارية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية الكائنة بقصر المعارض بصنوبر البحري، ولماذا لم تفتح الوكالة كافة الرحلات أمام الحجاج لحجز تذاكرهم، واختارت العمل بخيار فتح رحلة برحلة، أي لا يستجاب لطلب أي حاج جاء لحجز تذكرة خاصة بالرحلة المقررة يوم 30 أوت إلا بعد أن يتم حجز تذاكر الرحلة المقررة يوم 28 من الشهر نفسه، ما جعل الكثير منهم ينتظر لأزيد من ساعتين في قاعة العمليات، قالت الخبر. في الموضوع الثاني، الخبر قالت تراجع الصادرات النفطية يعقد وضع شركات نقل المحروقات. قالت الخبر تعاني شركة نقل المحروقات من جمود تام في نشاطها بسبب تعطل عوامات الشحن وفسخ العقد مع المتعامل المصري الذي كان يشرف على صيانة المعدات، حيث أكدت مصادر مطلعة أن الشركات التي قدمت عروضا في المناقصة الأولى رفضت دعوة القائمين باستلام الصفقة خلفا للمصريين، ولم تفلح زيارة وزير الطاقة والمناجم إلى المنطقة الصناعية أرزيو قبل أسابيع في تغيير الأحوال. وقت الجزائر، قالت الجزائريون ممنوعون من السفر إلى تركيا عبر روما. قالت وقت الجزائر منع مسؤولو شركة الخطوط الجوية الإيطالية الإيطالية بمطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة مسافرين متوجهين إلى تركيا من السفر عبر روما لعدم امتلاكهم تأشيرة شنغن التي تسمح لهم بالسفر إلى تركيا عبر إيطاليا بحسب تبريرات مسؤول المحطة. وفي هذا الصدد قال أحد المسافرين في حديثه مع وقت الجزائر إن الجوية الإيطالية منعت 4 جزائريين جامعيين من صعود الطائرة بمطار هواري بومدين التي كانت متوجهة إلى روما في 22 أوت الجاري. هؤلاء المسافرين كانوا بصدد قيامهم برحلة سياحية إلى إسطنبول عبر روما بشكل قانوني، إلى أنهم فوجئوا بمسؤولي شركة الخطوط الجوية الإيطالية الإيطالية تمنعهم من السفر بحجة أنهم لا يملكون تأشيرة شنغن. هدى فرعون توبخ مديري اتصالات الجزائر وبريد الجزائر. قالت وقت الجزائر وبخت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون المدير العام بالنيابة لاتصالات الجزائر محمد حبيب على خلفية تسجيل 43 ألف شكوى من المشتركين من بين 2 مليون مشترك في الانترنت، وذلك على هامش الخرجة الميدانية التي قادتها أمس إلى مصالح قطاعها بالجزائر العاصمة. كما قامت بتوبيخ بكل جدية المدير العام لبريد الجزائر عبد الناصر سايح خلال زيارتها لمقر بريد الجزائر بباب الزوار شرق العاصمة وبالضبط داخل قاعة انتظار الزبائن، أين عبرت الوزيرة عن انزعاجها من حالة المقر الذي اهترأ سقفه جراء تسريبات المياه. البلاد قالت هذه خطة الداخلية للقضاء على إرهاب البيروقراطية، وقالت
يعتزم وزير الداخلية والجماعات المحلية نوردين بدوي سن إجراءات جديدة داخل قطاعه من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، وهو إدارة عصرية محصنة ضد البيروقراطية داخل الإدارات الجزائرية لسنوات. الوفد الجديد على القطاع الأكثر استقطابا للجزائريين قالت البلاد تزامن توليه للحقيبة الجديدة مع نوع من الانفراج الذي باتت تعرفه الإدارة الجزائرية، والبداية كانت بإلغاء المصادقة على الوثائق طبق الأصل في إجراء وضع حد لمعاناة المواطن الجزائري الذي كان يضطر إلى الوقوف لساعات في طوابير قاتلة من أجل المصادقة على وثائقه. جريدة الشعب قالت اجتماع طارئ لمنظمة الأوبك قد يوقف تراجع أسعار النفط. وقالت الشعب، قال وزير النفط الإيراني بيجن زنة أمس أن عقد اجتماع طارئ لمنظمة البلدان المصدرة للبترول الأوبك قد يكون فعالا في وقف هبوط أسعار الخام. وأضاف للصحفيين في العاصمة الإيرانية طهران قائلا إن إيران تؤيد عقد اجتماع طارئ للأوبك ولن تعارض ذلك، ومن غير المقرر أن تجتمع أوبك قبل الرابع من ديسمبر 2015. وجدير بالذكر قالت الشعب أن الجزائر بادرت منذ ظهور أولى مؤشرات تراجع أسعار البترول قبل أن تنهار بشكل عنيف بالعمل على ضبط تنسيق بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول من أجل حماية سوق المحروقات وانتهاج الحوار المستمر مع البلدان المستهلكة. إلى الصحف الناطقة بالفرنسية، لسواغ دالجيري قالت حنون لا تستبعد انتخابات رئاسية مسبقة. وقالت حنون تحدثت في مقالها عن ما صرحت به الأمينة العامة لحزب العمال لويزا حنون لسوار، قالت حول إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ما قبل الثورة، مؤكدة أنه من الممكن أن الأمور تتسارع لإيجاد حل سياسي. كما أضافت بأن الحفاظ على الجزائر وسيادتها مرهون بإعادة البناء السياسي، منبهة إلى تبعات المضي في سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة. وتحدثت أيضا عن مشروع قانون الصحة الجديد الذي وصفته بالقانون الجائر، مشبهة إياه بقانون المحروقات الذي تمت مراجعته. لجور دالجيري قالت وزير المالية يطمئن. وتحدثت لجور دالجيري في مقالها عن وزير المالية عبد الرحمن بن خلف الذي طمأن الجزائريين عن الحالة المدنية عن الحالة المالية للبلاد بعد انخفاض أسعار النفط، لأنه وحسبه قد نجت الجزائر من هجوم مباشر عكس اقتصاديات العديد من البلدان. وفي الوقت نفسه أكد أنه ينبغي التعامل مع الوضع بكل حذر وحيدة. إلى الصحافة المحلية صوت الغرب قالت حجز 50 قنطار من الكوابل النحاسية مسروقة بوهران. وقالت حققت مصالح الأمن الحضري الناشط بإقليم منطقة البركي عملية نوعية بإلقاء القبض على مجموعة منظمة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية والاعتداءات ضد التوصيلات الخاصة بمصالح بريد الجزائر، وكذا الحاويات البلاستيكية الخاصة بجمع القمامات، والتي حولت ورشتين إلى شبه مصنع بكل معداته. جريدة النصر قالت الأمطار الرعدية تكشف عيوب أشغال التهيئة بالقطب العمراني الجديد بخنشلة. قالت النصر أشهر قليلة فقط عن استلام السكنات الاجتماعية بالقطب العمراني الجديد بخنشلة، اصطدم المستفيدون من الشقق بواقع جديد كشفت عنه الظروف الطبيعية والأمطار الغزيرة التي تسقطت نهاية الأسبوع، والتي فضحت حقيقة ما كانت تخفيه أشغال التهيئة، حيث تحولت ساحات العمارات إلى برك مائية تصعب من حركة السير، بالإضافة إلى نوعية أشغال التعبيد للطرقات ووضع بلاط الأرصفة على الأطربة دون مراعاة القواعد التقنية. إلى تصريح وزير المالية عبد الرحمن بن خلف قال إن الجزائر نجت من تأثير المباشر لهبوط أسعار النفط على عكس العديد من الدول النفطية بفضل انعدام المديونية ووجود احتياطي صرف مهم من العملة الصعبة، إذ أنه لا أحد في مأمن من الأزمة المالية خلال الوضع الحالي، إلى أن الجزائر في مأمن عنها، ويجب التعامل مع الوضعية الحالية بكل حذر، كما أن كل شركة تقوم بنشاطات اقتصادية قال الوزير تحل محل الواردات ستستفيد من تخفيض من 10 إلى 20% من الضريبة على أرباح الشركات الضريبية على النشاط المهني، والضريبة على الدخل العام، والضريبة على القيمة المضافة، وكذا الرسوم الجمركية. كما أنه كلما كانت هناك استثمارات قال بالخلفة تحل محل الواردات سيستفيد المستثمر من 15 إلى 20% تخفيض على الضريبة مقارنة بمواد يتم استيرادها من الخارج. بالتصريح نختم معرض الصحافة إلى موضوع وظيف العدد.